ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إين بوكس. وزي ما اتكلمنا معاكم في أول الحلقة إن احنا الفقرة التانية هنتكلم معاكم فيها عن تاريخ العجلة، إمتى بدأت ومين اللي اخترعها واخترعها ليه وإيه استخداماتها. وعلى فكرة عايز أقول لكم إن كمان احنا مش بنركب العجلة بس عشان رياضة أو عشان نوصل بيها مكان معين، لا كمان ليها استخدامات غريبة قوي هتعرفوها خلال الفقرة. خلوني أبدأ معاكم الأول إن العجلة أو بمعنى أصح الدراجة اخترعها واحد اسمه كارل دراي سوربربرون سنة 1816. كانت في البداية بيحاول يعمل عجلة للأطفال سهل إن هم يسوقوها وتبقى يعني تعلمهم إزاي يتوازنوا، وبعد كده ما كانش فيها اصلا ولا دواسات ولا سلسله للعجله اللي هي اللي بيسموه السير، سير العجله والجنزير بالظبط او الدواسه. بعد كده العجله مرت بقى بمراحل كتيره قوي بعد ما جه المخترع الفرنسي اللي هو اسمه بيير ميشو. احنا معانا صور على الشاشه للعجله دي، بدايه العجله اول ما اخترعوها كانت 1816، وبعد كده جه المخترع الفرنسي بيير ميشو هو اللي اضاف بقى الدواسات والترانك. قولي كده يا بيبي ونان. بيير ميكان. بيير ميكان. بيير ميكان. اوكي. بس وبعد كده بقى من 1868 ل 1869 حصل التطور في العجله زي ما احنا شايفين معانا على الشاشه، ومع نهايه 1869 قدر سكوت مان وتوماس ميكال ان هم يضيفوا عجل مختلف للدراجه نفسها. يعني احنا معانا على الشاشه مراحل تطور العجله بالظبط. ده حقيقي تاريخ العجله كمان. في انت عارفه ان في ناس كتير جدا بتعتمد على العجله في حياتها بشكل كبير جدا. وفي ناس اصلا بدات تسافر وتقطع الاف الكيلومترات بيها، منها رياضه ومنها مغامره جديده. كمان انتوا زي ما عارفين الدراجات الهوائيه دي صديقه للبيئه، هي مش زي العربيات، فالناس بتعتمد عليها ان هي بتركبها علشان منها رياضه ومنها تشم هوا كده ومنها ما تبقى مش مضره للبيئه. صح، انا بحب قوي ركوب العجل بصراحه. حلو قوي. انا حاسه ان انا وانت بس في الفقره دي يا بيبي مبسوطه أوي جدا أوي بجد. كفايه اللي هو عملوا فينا فقره. لا 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 يعني لو هو عايز يبقى كده قاعد معانا وخلاص مش مشكله. انا رقبتي وجعتني واسامه بتعصب بس توجعني. لا وانا ضغطي ارتفع. عايز اقول لك طيب نرجع للدرجات مره ثانيه. الفكره في الدرجات ان هم بعد كده خلوها حاجه ثانيه او العجل او حاجه ثانيه. قول يعني. طيب بصوا يا جماعه، قالوا ان الدرجات دي المفروض ان هي ليها علاقه بتسويق الاراضي الزراعيه، ان هم كانوا بيستخدموها زمان. يعني احنا طبعا دلوقتي بنشوف الجرارات وبنشوف الوسائل المختلفه لتسويه الاراضي الزراعيه. دلوقتي الموضوع لا بالشكل اللي هو القديم بتاعها كان بيستخدموه من خلال الدراجه. وبعد كده الموضوع يعني انتشر بشكل اكبر جدا طبعا للشركات العالميه، للشركات العالميه ان هم خلوا بعد كده اغلبيه الناس اللي تروح تشتغل في الشركات اللي هي المعروفه بالظبط كده تكون بتروح بالدراجات. وكمان لدرجه ان شركه جوجل مثلا قررت ان هي تعين 30 فرد امن بس يعني في الشركه علشان خاطر يحرسوا لهم العجل، لان هم يعني عندهم اغلبيه الموظفين بشكل كبير جدا بيروحوا بالعجل، علشان خاطر كمان لقوا ان فتره من فترات الشركه ان هم عندهم سرقه الدراجات يعني وصلت من 100 ل 250 دراجه ان هي ممكن بتتسرق. علشان كده هم قرروا ان هم يعينوا افراد للحراسه وللامن عشان خاطر بس الدرجات من كتر ان هي مهمه بالنسبه لهم. كمان انت عارفه ان جوجل اصلا عملت مبادره مهمه جدا للدرجات، هي قعدت تحث الموظفين بتوعها ان هم يجوا، تبقى الدرجات هي وسيله المواصلات من البيت للشركه سنه 2007. قولي صح. قولي في ايه؟ في انت رحتي مني. بس أيوة. عشان يستخدموا الدرجات ان تبقى وسيله مواصلات من البيت للشغل، من البيت للشغل يعني. وحاجه بصراحه تبقى عسل قوي. انا بحب الشركه دي جدا. بحترمهم وبحس ان هم ناس بتفهم كده جدا. وهي برضو فكره ان تبقى صديقه للبيئه. ده حقيقي. تبقى صديقه للبيئه وما يعني ما يبقاش فيه تلوث، وهي سهله اصلا يعني انت تسوقيها وتروحي بيها وتركنيها يعني سهل التعامل معاها. لا انا بسوق عجل، انا بحب العجل جدا. انت بتكلم مين؟ لا بيكلم باجوري عشان باجوري مخرجنا. انا بحب جاي معانا باجوري على فكره. جاي معانا جاي مع فاروق، فهو علشان مش بيتكلمنا دلوقتي فبيتكلم مع باجوري.
طيب خليني ارجع معاكي يا بيبي للموضوع. أيوة بيبي على موضوع مبادرات العجل بالظبط. زي ما احنا ناس كتير قوي بتحب تركب الدراجات وتحديدا الدول الاوروبيه يعني بيستخدموا العجل كوسيله مواصلات بشكل كبير عن العربيات، هنا كمان عندنا في مصر بقى في مبادرات كتير جدا بتدعم ركوب العجل وان هو يبقى وسيله مواصلات بديله للعربيات او المواصلات بشكل عام، لانه هي فعلا مريحه جدا، سهله ان انت تتعاملي معاها، مش مكلفه، مش غاليه، تقدري تركنيها في اي مكان، صديقه للبيئه، وكمان تعملي بيها رياضه، تقدري ان انت جسمك يبقى حلو جدا من غير ما تروحي الجيم مثلا او يعني تلعبي حديد. بالزبط. فالمبادرات دي كمان بتشجع الستات ان هم يركبوا العجل، يمكن بالزبط. عشان احنا مجتمعنا فكره ركوب العجل والسكوترز والحاجات دي مش الناس ما بتتقبلهاش بشكل كبير، لكن دلوقتي في اتجاه تشجيع وبقوا الستات السكوترز. ان هم بالظبط يركبوا عجل ويركبوا بالزبط. سكوترز ودراجات. أيوة. بخاريه وزينا زي الرجاله ومفيش فرق، مفيش فرق خالص، مفيش فرق بالظبط، صح بالظبط، وبنعمل نفس اللي الرجاله بتعمله. وكمان ماما احنا إيه؟ بنسوق طيارات بص يا جماعه، طيب الموضوع باختصار ان هي دي رياضه، والرياضه دي في الاخر خالص ان هي بيشارك فيها سواء كان راجل او بنت ايا كان الموضوع ايه يعني. وزي ما احنا يكون معانا كمان الفقره اللي جايه برضو، في 8 بنات قرروا ان هم يسافروا من سينا لسيوة وابتدوا كمان ينتشروا في انحاء الجمهوريه بالدراجات. ويمكن كان من كام يوم انا ونوران بنتكلم عن ان في رجاله وفي شباب كمان راحوا حجوا يعني بالدرجات بتاعتهم لمده 60 يوم بيسوقوا درجات وسافروا لاكثر من 17 دوله مختلفه. فاكيد طبعا الرياضه مهمه جدا، وكمان الحمد لله الفتره اللي فاتت كمان انا شايف الناس بقى عندها وعي بشكل كبير جدا، حتى عشان الزحام وحتى كمان عشان خاطر تبقى رياضه، الناس بقى بتاخد الدراجات حتى لمشاورها وفي شغلها، حتى لو مكان بالنسبه له قريب من بيته شويه. وبنشوف كمان اغلبيه شركات وخدمات التوصيل اغلبيتهم دلوقتي بقوا بدراجات يعني بعجل، فدي برضو حاجه يعني تحترم جدا. عشان كده احنا معانا مبادره بنات حبوا يطلقوا المبادرة دي عشان يشجعوا البنات ان هم يركبوا عجل عادي جدا ويتعاملوا بكل حرية وطلاقة في البلد، وانه البنات بالظبط ما فيش فرق بينها وبين الرجالة، وان هي لما تمشي تركب العجل في الشارع ما حدش يضايقها. فعشان كده احنا معانا المبادرة دي. إن بوكس راح صور تقرير بخصوص المبادرة، نروح نشوفه ونرجع تاني. يلا بينا. مبادرة دوسي هي مبادرة ومشروع لتعليم البنات والسيدات تعليم السكوتر والعجل. احنا بدأنا في شهر 4 لما كنت انا واختي عايزين نتعلم سكوتر، بس ما كناش لاقيين مكان يعني يكون مناسب لينا بحيث المواعيد وبحيث اللي هو يكون قريب مننا، ففكرنا ليه ما نعملش مشروع بحيث ان نوفر للبنت المكان والوقت المناسب ليها ان هي تتعلم فيه سكوتر. فبدأنا في شهر 4 وبدأنا نقابل المدربات في شهر 5، ومعانا دلوقتي 5 مدربات وناس كثيره جدا بتقدم ان هي تتعلم. يعني متعتي ان انا اشوف بنت بتسوق سكوتر او عملت ده يعني عن طريق انا بس، دي متعتي. واي عايزه اي حد يشاركني في المجتمع ده ان يبقى معاه سكوتر ونركب مع بعض وبننزل، فانا معايا كل حاجه، وده اكتر حاجه اصلا ممتعه بالنسبه لي دلوقتي، اكتر حاجه غاليه في حياتي يعني حاجه تحت رجلي على طول، عايزه انزل معايا، عايزه السكوتر اوفر واسهل والطريق على طول ماشي، غير العربيه ممكن تقف بتاع، لكن لا السكوتر على طول طريقه ماشي. هو احنا بنوفر للبنت السكوتر يعني حتى لو هي مش معاها سكوتر احنا بنوفره لها وفي الوقت اللي هي بتحدده. يعني بحاول اتعلم حاجه جديده تفيدني في الزحمه اللي بقت موجوده دلوقتي، بتحرك عايزه ابقى اسرع بس، فبحاول اتعلم عشان ان شاء الله اخد خطوه ان انا يبقى عندي سكوتر وان انا اتعامل. اليوم الكامل اللي ده ثالث مره يعني، هو الكورس هو ان شاء الله ناقصني مره واحده يعني ان شاء الله. هو المبادره في الاول كان الاقبال مش كبير قوي، مع الوقت الفكره انتشرت قوي ولقينا بعد كده الاعداد بتزيد جدا، يعني حوالي دلوقتي 200 واحده متقدمه ان هي تتعلم سكوتر. هي حاجه كويسه جدا وحاجه مريحه وحاجه بتخليكي ما تحتكيش بالمواصلات، بالزحمه، بالمضايقات، بالتفاصيل دي كلها، انت حاجه بتتعلمي حاجه هتبقى بتاعتك انت ماشيه لوحدك.